حكمت المحكمة ببراءة كل من ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال من جميع التهم المنسوبة إليهم. يحيى العدل! يحيى العدل! عدل إيه؟ هو في إيه؟ ريا وسكينة؟ معقولة؟ دول اتعدوا من 100 سنة. اه بس هم أبرياء على فكرة، وبالدليل اشترك في القناة وكمان فعل الجرس وتعالى وأنا هقول لك الحكاية بدأت منين. في 1875 في محافظة أسوان قرية كلح الجبل تحديدا مركز إدفو اتولدت ريا علي همام، وفي 1885 اتولدت سكينة في كفر الزيات. بعدها بفترة قصيرة اتوفى الوالد. عاشت الأسرة فترة قصيرة جدا في بني سويف، وبعد كده الأسرة سافرت علشان تعيش في كفر الزيات. ريا وسكينة الأختين كانوا شغالين في كفر الزيات في جمع محصول القطن. اتجوزت ريا في كفر الزيات من حسب الله سعيد مرعي، وأنجبت طفلتها الوحيدة بديعة. وفي سنة 1913 تسافر سكينة الإسكندرية هي وجوزها علشان يعيشوا في حي اللبان، وبعد فترة سافرت ريا وحسب الله علشان يعيشوا هما الاتنين كمان معاهم. اتطلقت سكينة من جوزها علشان تتجوز بمحمد عبد العال اللي هيكمل معانا القصة للآخر، واللي كان ساكن جنبهم في نفس المكان. ومع الظروف الصعبة اللي كانت بتواجهها المنطقة في الفترة دي أثناء الحرب العالمية الأولى وظهور الفقر والبطالة، اتجهت الأسرتين للأعمال الغير مشروعة وفكروا في سرقة المجوهرات من السيدات وقتلهم وخفي الجثث بطريقة مخيفة. الأختين بدأوا نشاطهم باستدراج الضحية بالكلام المعسول عشان الضحية تثق فيهم، ومع أول كاسين خمرة قوية المفعول بتسلم الضحية لأنها بتبقى في حالة سكر كبير جدا. وبعدها بيتجمعوا الأربعة على الضحية في تكتفها وكتم أنفاسها، وبيجردوا الضحية تماما من كل ذهبها، وبيدفنوها في نفس المكان تحت الارض، وبيبيعوا الذهب عند واحد معرفة تبعهم. واستمر نشاط العصابة حتى قتلوا 17 سيدة زي ما التحقيقات قالت. وفي صباح 11 سبتمبر سنة 1920 استقبل اليوسباشي ابراهيم حمدي نائب مأمور قسم اللبان في اسكندرية مكالمة تليفونية من عسكري الدورية في شارع ابي الدرداء المعروف دلوقتي باب الدردار. المكالمة كانت عبارة عن ان العسكري شاف جثة واحدة مرمية في الطريق العام، ودي كانت البداية. بعدها تقدم رجل ضعيف البصر اسمه احمد مرسي عبده ببلاغ للكونستابل، بيقول في البلاغ وهو شغال في اعمال السباكه والحفر علشان يدخل الميه عنده في البيت، اتفاجئ بعظام بني ادم وكمل الحفر علشان يوصل لباقي الجثه. وعلى طول الحاج احمد ما كدبش خبر وراح بلغ البوليس. اتحمس الملازم بتاع قسم اللبان امام البلاغ، فراح على طول شاف البيت وشاف الجثه وعمل تحرياته، وعرف ان اللي مقدم له البلاغ مأجر بيته لواحد اسمه محمد احمد السمني، والمعلم السمني ده كان بيأجر غرف البيت من الباطن للناس، ومن ضمن الناس اللي كان مأجر لهم الغرف من الباطن كانت سكينة، وان الغرفة اللي كان مأجرها لها هي نفس الغرفة اللي لقى فيها الجثة تحت البلاط. والتحريات اثبتت ان هي سابت الغرفة بحكم قضاء بسبب النزاع اللي نشأ ما بينها وما بين المؤجر الاصلي. وبعدها بفترة والتحريات لسه شغالة، لاحظ المخبر احمد البرقي ريحة بخور قوية جدا خارجة من غرفة ريا الموجودة في الدور الارضي. الدخان كان بكميات كبيرة جدا ما خلتش المخبر يتردد ولو لحظة في اخبار اليوسباشي ابراهيم حمدي. على طول سحب قوته وراح بيها على بيت ريا. دخل البيت لقى صندرة مصنوعة للتخزين. لما دخل جوه الصندرة دي اكتشف ان البلاط بتاع الصندرة مختلف عن بلاط الغرفة كلها، فامر على طول بنزع البلاط والحفر تحت. ظهرت وقتها رائحة العفن بشكل كبير جدا، فتصابت ريا بالهلع والخوف، فامر الضابط بالتحفظ على الجثة والقبض على ريا وفتح محضر ليها. وهو فاتح المحضر ولسه بيدردش مع ريا جاله الخبر ان هم لقوا جثتين تانيين اثناء الحفر، ولقوا كمان مع الجثتين ختم حسب الله علشان تكمل خيوط الجريمة. وفي يوم الاثنين 16/5 سنة 1921 انعقدت المحكمة الجلسة الاخيرة من المحاكمة، وتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لكل من ريا وسكينة علي همام وحسب الله سعيد مرعي ومحمد عبد العال وعرابي حسان وعبد الرازق يوسف، وتهمة المشاركة بالتستر على علي حسن نصر وده السايغ اللي كان بيشتري الذهب من جميع ضحاياهم. وحكمت عليهم المحكمة على كل من ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال وعرابي وعبد الرازق بالإعدام شنقة، وعلى علي محمد نصر بالحبس 5 سنوات. المشكلة الكبيرة اللي واجهت المحكمة في الفترة دي ان هم ازاي هيقنعوا المجتمع بإعدام سيدتين لأول مرة في تاريخ مصر، إلا أن النيابة قدرت ان هي تقنع المحكمة وقالت ان الجرائم السابقة اللي كانت بترتكبها النساء كانت عبارة عن جرائم ليها مبرر او دافع للقتل زي الغيرة وغسل العار والانتقام او حتى السرقة، وكان الدافع ده
ده هو اللي بيخلي عدالة المحكمة تلتمس لهم العذر علشان تستخدم معاهم الرأفة والرحمة. وقضية ريا وسكينة ما كانش فيها أي رأفة ولا رحمة، لأن كل جرائمهم كانوا بيرتكبوها في نفس البيت اللي بيعيشوا فيه وبياكلوا فيه وبيناموا فيه. وقالت كمان النيابة إن عدم صدور أحكام بالإعدام ضد النساء جرأهم على القتل بشكل عادي جدا. وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر سنة 1921 تم تنفيذ حكم الإعدام. ما هو يا عم انت هم سفاحين بيقتلوا في الستات وبيسرقوا ذهبهم وكمان بيدفنوهم، فين بقى البراءة بتاعتهم؟ فين؟ اهدى بقى عليا وخد القنبلة اللي ظهرت بعد 100 سنة من القصة. إذاعة البي بي سي بتفجر مفاجأة في قضية ريا وسكين وبتثبت براءتهم من قتل النساء، وبتؤكد ان جميع الجثث اللي لقوها في بيتهم كانت لجنود الاحتلال الانجليزي في مصر. ريا وسكينة وعبد العال وحسب الله كانوا مناضلين ضد الاحتلال الانجليزي، بيستدرجوا الجنود الانجليز ويقتلوهم في بيتهم، وما قتلوش نساء خالص زي ما قالت الافلام والمسلسلات في الفترة دي، وما قتلوش ستات زي ما اشاعت افلام السينما والمسرح والمسلسلات. رواية اغرب من الخيال من واقع التحقيقات ومن سجلات القضية الموجود في ارشيف القضاء المصري وشهادة الشهود، بتؤكد ان ريا وسكينة كانوا من المناضلات ضد الاحتلال البريطاني، وان جميع الجثث اللي لقوها في بيوتهم ما كانتش من النساء خالص وكانوا من جيش الاحتلال البريطاني. وبعد ما اتقبض عليهم تم الصاق هذه التهم المشينة ليهم، وتعدل القانون اللي كان بيمنع وقتها اعدام النساء. وبكده الشعب المصري اتعرض لاكبر قصة خداع على مدار 100 عام، وان افلام السينما والمسرحيات اظهرتهم ان هم سفاحين، والحقيقة كانت غير كده خالص. واضافت كمان السجلات الموجودة في الارشيف ان التحقيقات في محكمة اسكندرية برأت الرباعي ريا وسكينة وحسب الله وعبد العال من تهم الخطف والقتل في النساء. وكمان وكيل نيابة اسكندرية رفض ضغوط القنصل البريطاني عليه اللي كان بيأمر وكيل النيابة بتوريط ريا وسكينة في القضية، ورفض وكيل النيابة لعدم وجود اي دليل ضدهم. مش بس كده، ده كمان قدم استقالته علشان ما يتهمهمش بالباطل. الدليل الوحيد اللي ادان المجموعة بالكامل هو شهادة الطفلة بديعة بنت ريا اللي قالوا لها قول الكلام ده علشان نخرج لك ماما. وبعد تنفيذ حكم الاعدام فيهم حطوا بديعة في دار رعاية الاحداث، الدار دي اللي ولعت بكل من فيها بعد شهور قليلة جدا من اعدامهم. زي ما قلنا لكم فعلا هي قصة اغرب من الخيال، وده الرأي وده الرأي الاخر، والله اعلم الحقيقة فين. وكالعادة انا خلصت وكمان طولت عليكم المرة دي زيادة عن اللزوم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.